الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين السادة الإخوة الكرام الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وبياكم ونسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يرحمنا بالقرآن وان يغفر لنا ويتوب علينا ويثبتنا واياكم على ما يرضي وان يختم لنا بالحسنى وان يجعل اخر كلامنا من هذه الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اللهم امين. بدايه الشكر لله عز وجل ان اطال عمري وعمركم حتى جمعنا في هذا المكان الذي كنا قد اجتمعنا به منذ سنوات وبعض الوجوه التي اراها امامي الان اعرفها من الدورات السابقه فقد تفضل علينا مولانا سبحانه وتعالى فشرحنا في هذا المسجد منظومه المقدمه فيما يجب على قارئ القران ان يعلمه في علم التجويد للامام محمد بن الجزري رحمه الله ثم بعد ذلك في العام الذي بعده شرحنا منظومة المفيد في التجويد للامام احمد الطيبي رحمه الله تعالى وايضا في سنة بعدها شرحنا كتاب التبيان في اداب حملة القران للامام النووي رحمه الله تعالى. وقبل ان نبدا لابد ان نشكر بعد الله عز وجل المنتدى الاسلامي الذي يقيم هذه الدورات العلميه ويجمعنا هذا الجمع المبارك فللاخوه القائمين على المنتدى وعلى راسهم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله حاكم الشارقه وعضو المجلس الرئاسي للدوله لهم منا الاخوه الكرام القائمين على المنتدى لهم منا كل الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهد لانجاح مثل هذه الملتقيات السنويه التي نسال الله عز وجل ان يجعل فيها الخير والبركه ايها الاخوه كما تعلمون ان الله عز وجل يقول كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته فالقران العظيم هو دستور هذه الامه دستور بمعنى قانون قانون افعل ولا تفعل، هذا هو الاساس في القران العظيم. والقانون هي بلغه البشر عباره عن كلمات يتلفظ بها اللافظ، كل كلمه تعني مدلولا من المدلولات، لما اقول مثلا انا مس جيده مس فالف ميم سين جيم د، يتبادر الى اذهاننا جميعا بحكم الالف اللغوي الالف اللغوي يتبادر الى اذهاننا هذه الابنيه التي يبنيها المسلمون للعباده لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فلو تغير هذا اللفظ بسبب تغير أن أنظر إلى وجوهنا تجدوننا قد انحدرنا من شعوب عديدة سواء منها الشعوب العربية أو الشعوب غير العربية وكل منا له لغته وكل منا له لهجته في منطقته فلو ترك الامر لكل منا ان يتلفظ بالقران العظيم على معتاد هو من الالف لغير كثيرا من الالفاظ بحسب ما يالف هو بحسب ما يالف هو فكثير جدا من العرب قد تخلوا عن حرف القاف الفصيحه من من اليوم يتكلم بالقاف الفصيحه الا مناطق معدوده في الوطن العربي اغلب المناطق الاخرى اما ان يقلبوها قاف او يقلبوها همزه كما في الشام ومصر او يقلبوها كاف كما في بعض مناطق فلسطين او يقلبوها جيم كما في بعض مناطق شرق الجزيره العربيه الكويت والامارات بدل ما يقولوا قدام بيقولوا جدام بدل ما يقولوا قاسم بيقولوا جاسم فهذه التغييرات لو ترك الأمر لكل شعب لغيروا حروف القرآن ولتغيرت المعاني هذا اللي بيخوف اللي بيخوف تغير المعاني المنوطة بتلك الألفاظ من جملة تغييرات القاف تغييرات إخواننا في السودان يخلطونها بإيه بصوت الغين أه فيقول سورة البقرة بدل ما يقول سورة البقرة انتبهنا كيف فهذه يترتب عليها فساد كبير في كلمات أخرى مثل كلمة قادر أه الله قادر أه نسأل الله العافية ما أستطيع أن أتلفظ بها فإذا المحافظة على الأصوات التي نزل بها جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم عمل جليل شريف واي عمل لما لانه من خلال هذه المحافظه وصل الينا القران بعد خمسه عشر قرنا سليما كما انزل ولولا تلك الضوابط والقواعد التي استنبطها ائمه من ائمه الاسلام شريحه من علماء هذه الامه تخصصوا في هذا الموضوع اي موضوع ضبط حروف القرآن العظيم من حيث أماكن خروجها ومن حيث صفة خروجها. من حيث أماكن خروجها ومن حيث صفة خروجها، فبهذا الضبط نحن الآن نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجزم أن الصحابة هكذا كانوا يلفظونها. ولولا تلك الضوابط لظهر فينا من يقول بسمي بسم الله بالبي عرفتوها البي مثل كلمة باريس مثلا أو أ ليس في العربية بي ولكن في العربية ماذا؟ بي أه وبعض الشعوب كالفلبين وكذا يخلطونها بالفاء يخلطونها بالفلبين بتلاقي حرف له بالبي له حتى في الهند موجود مثلا في مدن بيقول لك جوركبور اصبهان تسمعوا ببلد اسمه اصبهان أصبهان هذا الحرف بهان مو موجود في العربية فلما يأتوا ليكتبوه بالعربية بعضهم يكتبه بالباء وبعضهم يكتبه بالفاء فبيقول لك الأصبهاني وبيقول لك الأص فهاني وهي بلد واحدة. اللي لا تظنوا أن هناك بلدين بلد اسمها أصبهان وبلد اسمها أصفهان واحدة لا لا هي بلد واحدة. لكن الحرف هذا محير لماذا غير موجود في لغة العرب جيلان في بلد اسمها ايش جيلان فلما ياتوا يكتبونها بالعربيه بعضهم يكتبها بالجيم فيقولون جيلان وينسبون اليها ايش الجيلاني وبعضهم يكتبونها بالكاف فيقولون كيلاني والكيلاني والجيلاني واحد واصلها ايه جيلاني انتبهنا فاذا تغيير الحروف امر خطير لانه يترتب عليه تغيير الايه المعاني المنوطه فلما كان القران العظيم دستور هذه الامه وهو الكتاب الاخير الذي لو لا سمح الله تحرف ليس ثمه كتاب بعده يصحح من هنا تكفل المولى الجليل سبحانه وتعالى بحفظه هو فقال عز من قائل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون هذا الكلام عمره 15 قرن منذ ان نزل يعني منذ أن نزل فكيف تم هذا الحفظ خلال هذه القرون الخمسة عشر تم هذا الحفظ عن طريق شريحة من علماء هذه الأمة تخصصوا ودرسوا كما قال سيبوي رحمه الله عن شيخه الخليل قال إن الخليل ذاق الحروف شوف كلمة ذاق الحروف كيف نحن نتذوق الطعام والله الأكل هذا في فلفل او في بهارات او ملح زايد او من من تلك الاوصاف التي نطلقها على الاطعمه بعد ان نتذوقها فالخلي سيبويه رحمه الله قال عن الخليل بن احمد الفراهيدي ان الخليل ذاق الحروف شوف تعبير في غايه في الفخامه يعني بدا يدرس الحروف التي يتكلم بها العرب والتي نزل بها القران ب بابا اب اب ابو بو بو بي 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 أبا أب مفتوحه ومضمومه ومكسوره ومشدده وغير مشدده ثم كتب الباء من الشفتين من فين اتى بهذه القاعده؟ من نطق العرب يعني هو شوف بعض اخواننا عم يصوروا ما كان عندهم هذه الادوات لو كان هذه الادوات موجوده في العصر النبوي وصوروا لنا الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم وهو يقرا القران لكنا في غنى عن كل هذه الايه القواعد كنا جلسنا بنحط الفيديو ونتفرج بابي وامي على المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحاكيه ونقلده في تلاوته فاذا قراناه فاتبع قرا لكن ما كان ثمة تلك الالات فاستعاض عنها أئمتنا بإلهام من الله عز وجل عن طريق ما نستطيع أن نسميه التصوير الكتابي التصوير ولكن إيش الكتابة عن طريق الكتابة؟ فكما قلت لكم كتب الباء من الشفتين بس السين أس 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 وين وين عم صار يتأمل أين يضع المتكلم رسالة أس 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 سا 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 سو 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 سي 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 أس أس سو أس أي وكتب الباء من طرف اللسان و بين الثنايا العليا والسفلى أو فوق الثنايا السفلى، ما في أسئلة في الدرس، ما في أسئلة في الدرس حبيبي. السين، نعم السين، السين على بسمي بعد ما انتهينا من الباء الآن السين. كتب السين من الإيه؟ من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى أو فوق الثنايا السفلى، نفس النتيجة. وهكذا

صحيح انها من الشفتين لكن في معها من فين هذا عم يطلع قعد درس الصوت فين هذا المكان هذا شو بيسموه العرب والله بيسموه الخيشوم كتب ها ويصاحبها لمين للميم ويصاحبها غنة من الخيشوم إذا هذه القواعد التي استنبطها أئمتنا استنبطوها من نطق العرب الذين كانوا أحياء في زمن النبوة ومن النطق النبوي ودونوها هل عرفتم من أين انحدر علم التجويد؟ انحدر علم التجويد من تلك القواعد التي استنبطت من نطق العرب، انتبهنا كيف؟ ولولا هذا العلم الشريف لضاعت أصوات القرآن من زمان لكثرة الألسنة ولتعدد الشعوب وتعدد اللهجات وكنا وجدنا قرآنا تركيا وقرآنا مغربيا وقرآنا يمنيا وقرآنا اندونيسيا بعدد الشعوب بل لعله في ضمن الشعب الواحد تجد إيه أكثر من لكن الله عز وجل أكرم هذه الأمة بأن حفظ عليها كتابها الأخير لأنه هو الجل جلاله تولى حفظه فهؤلاء السادة العلماء الذين ألفوا في هذا المجال وضبطوا وهذبوا وقعدوا وقاسوا الأزمنة حتى الأزمنة قاسوها يا إخواننا تصوروا يعني كل الأمور منضبطة في تلاوة القرآن ما تستطيع أن تمط لأن وجدوا بعض الحروف ممطوطة انتبهنا ولا الضال ما أحد يقول ولا الضالين هكذا على طول ما أحد تلقاها إلا إيه ممطوطة طيب بدنا ننط بمقدار كم؟ هيك كل واحد على مزاجه لا ضبطوها بإيه بالحركات فقالوا الحرف المتحرك أنت بتقول مثلا بتقول ما ما هذه ميم إيه مفتوحة أليس كذلك لما بتقول ما ما قالوا هذا المقدار كل الناس تقوله ما طب كم مقداره ضبطوا قالوا بمقدار ما ثانية يعني تقول أنت ما ما وتقول ما نفس الطول انتبهت كيف لذلك قالوا بمقدار حركتين لماذا قالوا بمقدار حركتين لأن زمن نطق المد الطبيعي بمقدار النطق بحرفين متحركين متتاليين طب لماذا لم يقولوا بمقدار فتحتين قالوا حركتين لأن زمن نطق الحركات واحد يعني لما ننطق الفتحة لما ننطق الضمة لما ننطق الكسرة الزمن واحد لما تقول أنت كو تي با كو مضمومة أليس كذلك تي مكسور با مفتوح الزمن واحد كو زمن كو يساوي زمن تي يساوي زمن ايه با كو تي با فلذلك قالوا بمقدار حركتين ما بهم فتحتين ضمتين كسرتين المهم بمقدار النطق بحرفين متحركين متتاليين فضبطوا التلاوة بهذه الطريقة انتبهنا كيف ضبطوا زمن المد قالوا يا موسى قالوا يا موسى مين أطول نفس الطول قالوا يا موسى نفس الطول وكل واحد بمقدار إيه حرفين متحركين متتاليين طيب سموا هذا المد سموه المد الطبيعي مثلا طب اجاه المدود هي اطول ولا قالوا هذا ست حركات يعني اذا كان المد الطبيعي حركتين معناها ثلاثه اضعاف المد الطبيعي فان شئت قل ست حركات وان شئت قل ثلاثه اضعاف المد الطبيعي انظروا يا موسى يا موسى يا حركتين أليس كذلك مو سا اجمعوهم. شو بصيروا أه ها ست حركات إذا ولا الضالين فالضاء نمدها بمقدار يا موسى وبس مو كل واحد ولا الضاء وين رايح أه القرآن ليس أغنية القرآن ليس أغنية القرآن كلام الله عز وجل كل ما فيه منضبط لذلك الإمام السخاوي رحمه الله في منظومة عمدة المفيد بدأها بقوله يا من يروم تلاوة القرآن وترود شأو أئمة ويرود شأو أئمة الإتقان لا تحسب التجويد مدا مفرطا أول تنبيه شو قال لا تحسب التجويد مدا مفرطا يعني لا تظن التجويد أنك يلا كل ما طولت المد معناته أنت والله ما شاء الله حولك شيخ مجود لا يا حبيبي لا الأمر منضبط وقبله الخاقاني رحمه الله شو قال زين الحرفة انظروا إلى هذه الكلمة الذهب زين الحرفة زين فعل إيش أمر من الوزن من وزنة ما هي زين الحرفة لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل البر اخرجوا عن حد وزنه انظروا بارك الله فيكم لو ادعيت أن هذا الكأس ربع كيلوغرام جرام يعني 250 جرام هذه دعوة والدعوة بحاجة إلى برهان أليس كذلك فما الذي يدل على أنني صادق فيما قلت أن نضع هذا هذه الكأس وين نقول هذه الكأس لأنها مؤنث مجازي هناك كلمات في اللغة هي استطراد هناك كلمات في اللغة مؤنثة ولكن ليس آخرها تاء مربوطة مثل كلمة الطريق مثل كلمة الضلع مثل كلمة الكأس مثل كلمة الشمس هذه كلها كلمات مؤنثة إيش تأنيث مجاز فنقول هذه الشمس هذه الكأس هذه الطريق اللهم صل الله على محمد فنضع هذه الكأس في كفة الميزان وفي الكفة الأخرى تعرفون الميزان الذي له كفتان ها وفي الكفة الأخرى نضع إيه ربع كيلوغرام ثقل بمقدار ربع كيلوغرام كم احتمال هنا عندي ثلاث احتمالات الاحتمال الأول أنه يكون والله مزبوط أنا ادعيت أنه هي كام ربع كيلو حطينا ثقل ربع كيلو وإذا بالمؤشر يشير إلى التساوي إذا مزبوط الاحتمال الثاني أن يكون هكذا يعني الكأس أقل من 250 يعني أقل من المطلوب إذا كان المطلوب 250 250 جرام طيب واحتمال الثالث أن يكون إيه؟ هكذا يعني أكثر من مئة في احتمال رابع أيها الإخوة أيوة لذلك شو قال الخاقاني الخاقاني من أقدم من نظم في التجويد من أقدم من نظم في التجويد حتى يقول عن نفسه قد قلت قولا ما سبقت بمثله في وصف حذق قراءة القرآن قد قلت قولا ما سبقت بمثله تبهنا كيف اللهم صل على الحبيب فإذا وضعت الكأس وكانت متساوية والله تمام صحيح طب إذا كان هيك أقل إذا كان هيك أكثر فشو قال الخاقاني زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه إن كان هكذا إخراج وإن كان هكذا إخراج طيب فهمنا الموضوع بالنسبة للميزان وبالنسبة للحروف انظروا بارك الله فيكم طبعا المفروض اللي نحن جالسين معنا اليوم كلهم دارسين تجويد انتبهنا اللي ما درس تجويد ما حيفهم علينا في عندنا معروف الإدغام بغنة أليس كذلك؟ مثل إدغام النون الساكنة في الواو والياء مثلا طيب أنا لما أقول من ولي ولا من كم صوت عم بلفظ؟ صوتين واو من الشفتين وغنة من فين؟ ها, ها طيب إذا قلت من ولي شايفين من الأنف ما في شيء هذا بيكون أنا هل أتيت بالصوت المطلوب أم أقل أم أكثر أقل أتيت بجزء من المطلوب وهو الواو وفي جزء ما أتى وهو الغنة تبهنا هذا الإخراج طب هذا أقل تبهت فالخاقاني قال زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من افضل البر، جاء من بعده السخاوي قال: للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان، نفس المعنى الشاطبي من قبل السخاوي قال: وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد. انتبهنا؟ كلهم استعمل كلمة ايه؟ لأنه المتكلم ما عنده إلا ثلاث احتمالات، إما أن يأتي بالصوت الصحيح أو أقل من المطلوب أو أكثر من المطلوب فالمطلوب مني أنا كتال للقرآن أن آتي بالصوت المطلوب لا أقل ولا أكثر طيب انظروا لما أقول تعملون انظروا لي إلى هذه الواو لون في عليها كلام أنا بقول ما عليها كلام طيب لو قال قائل تعملون ماذا فعل؟ أتى بالواو المطلوبة وزاد عليها صوتا زائدا وهو الغنة هذا فلا تكن طاغيا فيه. إذا الذي يأتي بصوت زائد عليه أن يحذف الزيادة والذي يأتي بصوت ناقص عليه أن يأتي بالصوت المطلوب حتى تكون التلاوة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهنا يا إخواننا هذا الأمر هو ما سماه ائمتنا وضبطوا انا كنت هذا كل الكلام عم قوله لابين كم اعتنى ائمتنا بضبط ما يتعلق بتلاوه القران من غير هذه الالات، لا في الات تسجيل صوت ولا في الات تسجيل صوره ولا في الات ضبط الزمن، الان تستطيع ان تاخذ صوت اي انسان وتضبطه عن طريق الكمبيوتر باجزاء الثانيه مو بالثانيه بأجزاء الثانية بس ما كان هذا بهذاك الزمان لذلك علم التجويد مفخرة من مفاخر الإسلام يتجلى هذا الأمر بارك الله فيكم في مجت... انتشر في يعني العقود الأخيرة الثلاثين سنة الماضية اللي هي المسابقات الدولية للقرآن العظيم لما يأتيك المتسابقون من شتى أصقاع الأرض ويجلسون أبيضهم وأسودهم عربيهم وعجميهم فيقرؤون وأحيانا والله كأنهم رجل واحد كانهم تخرجوا من نفس المدرسه كانهم درسوا على نفس الاستاذ لما لانهم يطبقون القواعد نفسها لانهم يلتزمون بالضوابط نفسها انتبهنا فنحمد الله عز وجل ان اوصل الينا كلامه سليما من غير تصحيف ولا تحريف ولا تغيير ولا تبديل ولا زياده ولا نقصان ثم بعد الله ندعو لائمتنا كما دعا الامام الشاطبي فقال: جزى الله بالخيرات عنا ائمة لنا نقلوا القران عذبا وسلسلا. شوفوا هالبيت ما احلاه. جزى الله بالخير، اللي يعني ما بيعترف بالفضل لاهل الفضل لا خير فيه. من لا يعترف بالفضل لاهل الفضل لا خير فيه. جزى الله بالخيرات عنا جزاهم عنا أئمة أئمة مفعول به ما هي لنا نقل القرآن حالة كونه عذبا شو أعراب عذبا حال منصوب على بتصبيه الفتحة عذبا وسلسلا فهؤلاء الأئمة لهم منا الدعاء ونترحم عليهم ونسأل الله أن يعلي مقامهم ويجعلهم في أعلى عليين وأن يلحقنا بهم كرما وجودا نحن أين نحن منهم لكن نحن نتشبث بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب المرء مع من فنحن نحبهم والله ونسأل الله كرما وجودا أن يلحقنا بهم وإن لم نعمل بعملهم رضي الله عنهم فهذا العلم الجليل علم تجويد القرآن العظيم هذا العلم الذي لولاه لضاعت أصوات القرآن العظيم ولتغيرت المعاني المنوطة بهذا الكتاب العظيم فمن فضل الله علينا في هذا المسجد وفي هذا المنتدى أننا درسنا علم التجويد بكتابين منظومتين عظيمتين كما أسلفت المقدمة الجزرية وإيه منظومة المفيد لكن في تلك الفترة كنت أنا ألقي وأنتم تستمعون وتهزون برؤوسكم لكن ما كنت أسمعكم فنحن في هذه الدورة سنكمل الصورة الآن أنتم ستقرؤون وأنا الذي سأسمع وأقيم هو الصواب أقوم لكن منتشر على ألسنة الناس أن يقول أقيم وأقوم تلاوتكم من خلال تلك الضوابط والقواعد التي دونها أئمة يعني تصحيح التلاوة أيها الإخوة ما هو بالمزاج ما هو بالهوى تبهنا بعض إخواننا الله يهديهم يصلحهم من معلمي القرآن يعني يذكرون للطلبة كلمات سلبية، كلمة أنت تلاوتك زفت، أنت تلاوتك ليش هالكلام هذا؟ ليش هالكلام؟ ها؟ قل له يا أخي بارك الله فيك، يعني تلاوتك جيدة بس في أجود، ها؟ عليك أن تتعلم كذا، هناك حكم أنت نطقته كذا وصوابه كذا، صف له الخطأ كما هو من دون أن تجرحه، من دون أن تسيء إليه أو تصفه بنعوت قد تجعل هذه النعوت منه هارباً وفاراً وكارهاً. نسأل الله العافية. فلذلك الله يجعلنا واياكم محببين ولا يجعلنا منفرين. اذا ان شاء الله تعالى في هذه الدوره سنتعاون على الصوره المكمله للصوره الاولى، الصوره الاولى كانت عطاء لمعلومات وقواعد وضوابط، الان سنرى تطبيق هذه القواعد وهذه الضوابط على تلاوه من شاء منكم وذلك من خلال التسجيل قبل هذه الجلسه عند اخونا عبد الله الوزير، عبد الله الوزير هذا اخونا الذي عن يميني من اراد ان يسجل ليقرا فليسجل عنده. اذا انتهى الوقت وصار العشاء ولم ينتهي عدد الاخوه المسجلين سنكمل من هؤلاء غدا، فان سجل غدا اناس جدد سن بعد ان ننهي القائمه الاولى نبدا بمين؟ بالقائمه الثانيه، على مبدا من جاء اولا فليقرا، هذا المبدا مبدا قديم. يعني يعني نافع رحمه الله الذي قرا على سبعين من التابعين هكذا كان يفعل لذلك لما جاء ورش من مصر بده يقرا بده اياه يقرا اول واحد شو بده يعمل؟ قال له اتستطيع ان تبيت في المسجد؟ قال له استطيع قال له اذا بت في المسجد عرفتوا كيف حتى يكون هو ايش؟ اول يعني عمل له حيله في ثاني يوم الامام نافع قال من جاء اولا فليقرا فهنا كان ورش ايش اول واحد جاء فقرا وحكى لهم نافع للطلب المدنيين من اهل المدينه واهل المدينه بارك الله فيهم الانصار رضي الله عنهم يعني حكى لهم ان هذا جاء من مصر ليقرا فيقول احد الطلب يا يا استاذ انا اهب له من حصتي مثلا خمس ايات هذا يقول انا اهب له من صار فصاروا يهبون له ويقرا ايش لذلك ختم على على نافع ورش رحمه الله ختم عدة ختمات عدة ختمات ثم بعد تلك الختمات عاد ورش الى مصر ونشر القران العظيم هناك رحمهم الله اجمعين من بعد الامام نافع كان الشاطبي الله يرحمه عنده نفس العاده من جاء اولا فليقرا كل مشايخنا اللي بنعرفهم لما كانوا يجلسون في حلقات هذا مبداهم مبداهم من جاء اولا فليقرا فنحن على نتشبه بهم رضي الله عنهم ألهمني الله عز وجل يعني طريقة إن شاء الله يكون فيها الخير أن نبدأ طبعا اليوم عملنا مقدمة بكرة ما في مقدمة بكرة نفوت بالموضوع على طول أن نبدأ جلستنا بقراءة صفحة سنقرأ بالتسلسل نحن إن شاء الله بقراءة صفحة جماعية يعني أقرأ ثم تقرؤون خلفي القصد منها يعني أن أن يعني نتذاكر الأيش؟ نطق الحروف حتى تروا ومثل بعملية إحماء يعني عملية تسخين للعضلات الفموية كما يقوم الرياضيون بالتسخين قبل اللعب فنحن نسخن عضلات الفم فاقرأ ثم تقرأون خلفي صفحة نلتزم فيها بالمخارج والصفات الذاتية والصفات العرضية والوقف والابتداء فإذا انتهت الصفحة ننبه على بعض الكلمات التي فيها تنبيه كما نفعل في برنامج الإتقان لتلاوة القرآن في قناة إقراء فإذا انتهت هذه الصفحة نأخذ بالتسلسل الإخوة الذين سجلوا أسماءهم ماشي الحال؟ استعنا بالله عز وجل؟ طيب نستعين بالله عز وجل نسأله تعالى القبول ونسأله تعالى أن يلين ألسنتنا ويرزقنا تلاوة ترضيه وترضي رسوله اللهم آمين آمين